احنا اتكلمنا النهاردة عن لطف حضرة النبي، وتعالوا ننفع أكف الضراعة وندعي الله سبحانه وتعالى بدعاء مليء بالأنوار ومليء بالبركات ومجرب في العشر الأواخر، ونقول يا سيدي ومالكي، يا من جبرت على الدوام كسري وفككت من نفسي أسري، أسألك بجودك الذي أخجل فؤادي من جمال ودادك وتدبيرك أن تنظر إلي فتقبل قلبي في قلوب أحبابك المقربين الذين تتجلى عليهم بأنوار محبتك فلا يشعرون إلا وقد غمست قلوبهم في أنهار رضاك، فطهرتهم من كل أكدارهم فعادت قلوبهم تتلألأ بجميل نور عطفك وحنانك. تعالوا نقوم مرة تانية الدعاء، نقول يا سيدي ومالكي، يا من جبرت على الدوام كسري وفككت من نفسي أسري، أسألك بجودك الذي أخجل فؤادي من جمال ودادك وتدبيرك أن تنظر إلي فتقبل قلبي في قلوب أحبابك المقربين الذين تتجلى عليهم بأنوار محبتك فلا يشعرون إلا وقد غمستهم في أنهار رضاك، فطهرتهم من كل أكدارهم فعادت قلوبهم تتلألأ بجميل نورك وجميل عطفك وحنانك. يا رب اجعلنا دوما مع حضرة النبي، ودايما نقول له واحنا بننظر إلى وجهه الكريم، وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا رب بارك لنا في سيرة حضرة النبي ودايما نكون في يده، ويا رب ما تحرمنا أبدا إن احنا ندخل على حضرتك وإحنا في إيد حضرة النبي وكمان نلنا شفاعته. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.